يعني ايتما دي السماء ان غتلام الذي دون ثلاثون حفيد الشوي لا دار سيداد السي محمد الغازي. كيف ما كتشوفوا الاطيليه ديالو حي شعبي على قد المستطاع، وتبارك الله صنع عندي عليه ماكينه وحده ها هي باش دابا خرج 300 بياسه. هذا ماشي وزين، هذا غير اتوليي على قدو. من نهار بدات الجائحه وهذا السيد هذا تنقوموا معاه بهذه المبادره هذه، وانا من هذا المنبر هذا كنحييه كمواطنه مغربيه، تنقول لي تبارك الله عليك، تبارك الله على الوطنيه اللي انت اللي ربي عطاك، تبارك الله على 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 راحت البال اللي ربي عطاك انه انت محتاج وكتقدم المساعده للناس اللي ما عندهمش. دابا هاد 300 بياسه ان شاء الله راه غادي تمشي غنديوها اصحاب الطاكسيات البيضين في سبيل الله، وكاينين مبادرات اخرين وكان مبادرات داروا قبل، ولكن انا اليوم بالذات جيت باش نصور هاد المبادره هذه لان اصحاب الطاكسيات كيعانيو بزاف، وماشي اي واحد يقدر يشري كمامه ب 16 ريال. هاد السيد هذا تيعطيهم بالمجان ثوم وكمامه ولاستيك كل شيء على حسابه. بغيت نحييه من هاد المنبر سي محمد الغازي. سي الغازي سيدنا والله سبحانه وتعالى. بغيتكم تشوفوا حتى الماسك اللي كيدير ملي كنمشيو نخرجوا كنعقموا كنعطيو للناس. تفضل السي احمد، الكمامات ها هما مع التعقيم نيشان كيتحطوا في الصاك باش يمشيو يتوزعوا في سبيل الله. هذا الشيء كله كيدار في سبيل الله، وحنا كمغاربه لازم نكون ضامنوا. ومن هذا المنبر هذا كناشد الناس اللي ربي مسهل عليهم، الناس اللي عندهم لي زوزين اللي عندهم سميتو يجيو يشوفوا الخدمه كيفاش دايره، ويجيو يشوفوا التقنيه كيفاش دايره، ونتعاونوا مع بحال هاد الناس هادو. بحال هاد الناس هادو صدقوني يستاهلوا ان الواحد يعطيهم يد المساعده. وكنشكركم عاوتاني مره ثانيه، ونتلاقى معكم اللي غادي نمشيو نوزعوهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بصحتكم اخويا، ودعيوا ربي ربي يحيد عنا هذا الوباء هذا. ها ما ديروش تجمعات، الله يجازيكم بخير، ديروا غير الله يجازيكم بخير، حافظوا على المسافه الله يجازيكم بخير. شكرا. تعقيم ثم التعقيم، تبارك الله عليك. بصحتكم اخويا، الله يحيد عنا هذا الوباء وهذا الابتلاء يا ربي. عطينا شي كلمة سيدي حق هذه المبادرة هذه. شي كلمة حق هذه المبادرة اش بان لك؟ أولا كنشكروكم بعدا على هذه المبادرة اللي درتو لنا هنايا. هذه مبادرة جميلة لصحاب سائقين سيارة الأجرة بوشنتوف، وكنشكروكم. شكرا سيدي، مرحبا، الله يحيد عنا هذا البلاء يا ربي. آمين يا ربي.